دربي المتيجة كان عرسا كرويا بامتياز بين الرائد أمل الأربعاء ومضيفه اتحاد البوليدة. طاقم التحكيم بقيادة الحكم عبيد شارف كان رائعا شجاعا وقريبا من كل اللقطات وموفقا في كل قراراته باعتراف الجميع. بداية قوية للاتحاد وحمدي لم يستعد بعد مستواه وضيع الكثير من الفرص عكس الصغير الخطير حمية الذي أقلق كثيرا دفاع الأمل الذي مر جاربا في النصف ساعة الأول من المباراة رغم تعليمات بوجاران الذي طالب أشبله بلعب كرة جميلة والهدوء، ولكن المتعة كانت بهدف المتألق ملي الذي استقبل كرة أزلجي بالعقب وبكل هدوء وجمالية سجل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 23. وفرحة عارمة على المدرجات التي لم تتسع الأنصار الذين توافدوا بكثرة للاستمتاع بهذه المباراة التي كانت جميلة. دقيقتين فقط بعد ذلك وبعد كرة ثابتة نوبلي ضيع ما لا يضيع أمام براعة الحارس خلادي الذي كان في يومه. الأمل حاول تعديل النتيجة عن طريق الهجمة المعاكزة وكاد قرشي أن يفعلها في هذه الكرة. في الدقيقة 33 كرة ثابتة ينفذها القائد أزلجي وبرأسية جميلة حمية يسجل ثاني أهداف فريقه في المباراة. ولكن عندما يكون لك لاعب مثل أميري فإن الحلول تكون موجودة. راوغ وتوغل ولاعب الاتحاد بودينا لم يكن ذكيا في تدخله وعرقل رجل لقاء أميري، وعبيد شارف لم يتوانى في إعلان ركلة الجزاء التي نفذها وسجلها لاعب الاتحاد سابق الرابطة. ثلاث دقائق فقط بعد ذلك وعن طريق هجمة معاكسة وسريعة ومثالية لأمل الأربعاء ذات اللاعب أودينا يعرقل هذه المرة نوبلي وركلة جزاء كانت منعرج اللقاء بعد أن ضيعها حروش الذي أدى لقاء جيدا رغم ذلك. ثلاثة أهداف في الشوط الأول عكس الثاني الذي كان سلبيا رغم الأجواء الحماسية الكبيرة. وطوال تدخل ببراعة وأنقذ مرماه من كرة هدف ثالث، والرد كان أخطر وأروع من خلال تسديدة الشاوي وتصدي لا يقل براعة من خلادي. اللقاء انتهى بفوز للاتحاد الذي أعاد به بصيصا من الأمل، بينما الأمل فقد الريادة